تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية وإلى عناوينها. رئيس الوزراء يتبادل مع نظيره المغربي وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات. محافظو حضرموت يطلع على سير حملات النظافة والتحسين بشوارع وأحياء مدينة المكلا. إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب ديوان محافظة حضرموت تطلق البرنامج التدريبي للعام الجديد. جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين تختتم المخيم النصفي لدورتها التدريبية الخاصة بالمكفوفين. مبادرة ميميز تقيم معرضا مفتوحا للفنون بقصر سلطان القعيطي بالمكلا. أهلا بكم. تبادل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع نظيره المغربي الدكتور سعد الدين العثماني عبر تقنية الاتصال المرئي وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وأفاق ومجالات التعاون القائمة بين البلدين. وتطرق رئيس الوزراء إلى أولويات الحكومة الجديدة بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي لتحقيق أهدافها في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي، لافتا إلى أن معركة اليمن مصيرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والتي لا تؤمن بالحل السياسي، مشيرا إلى أهمية قرار الولايات المتحدة في تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية للضغط عليها للعودة إلى الحل السياسي والتوافق الوطني. بدوره أكد رئيس الوزراء المغربي دعم بلاده لجميع الجهود الهادفة إلى الحفاظ على استقرار اليمن ودعم جهود الحكومة الجديدة للقيام بمهامها، مشيرا إلى أن عودتها للعاصمة عدن خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار وبناء المؤسسات. أوضح الناطق الإعلامي لنادي القضاء الجنوبي أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن قد قررت تأجيل جلستها بشأن النظر في الدعوى المنظورة أمامها المقدمة من قبل نادي القضاء الجنوبي إلى يوم الأربعاء القادم، مع إشعار كلا من وزارة الشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور. وذكر الناطق الإعلامي لنادي القضاء الجنوبي القاضي شاكر بونش في تصريح صحفي له أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن كانت قد عقدت صباح الأربعاء المنصرم أولى جلساتها للنظر في الدعوى المنظورة أمامها، والتي تم المطالبة فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين الدكتور أحمد المساوي نائبا عاما للجمهورية خلافا للإجراءات المحددة في القانون. وأضاف بونج نتيجة تغيب المدعي عليه أو من يمثله عن حضور الجلسة تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم. أصدر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن بياناً طالب فيه بحقوق المعلمين والمعلمات المشروعة ورفع المعاناة عن منتسبي القطاع التربوي والتعليمي. وأقرت النقابة العامة للمعلمين الجنوبيين في بيانها إلى بدء العصيان الوظيفي ليومي الأحد والاثنين من كل أسبوع ابتداء من الأحد المقبل، مشيرة إلى أنه في حين لم تتجاوب الحكومة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم ستعمل على بدء عصيان شامل ورافقه خطوات تصعيدية ستعلن عنها النقابة في حينها. أدان المجلس الانتقالي الجنوبي الاستهداف الغادر الذي استهدف جندي بالنخبة الشبوانية، معبرا عن استنكاره لأعمال القمع والتنكيل والإرهاب التي تمارسها سلطة الإخوان ضد أبناء المحافظة وفي مقدمتهم منتسبي قوات النخبة الشبوانية. وأكد المجلس الانتقالي في البيان الصادر على لسان المتحدث الرسمي للمجلس الأستاذ علي الكثيري على ضرورة تنفيذ التزامات اتفاق الرياض وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذه ووقف كل الأعمال القمعية التي تستهدف منتسبي قوات النخبة الشبوانية والتهيئة لعودتهم وانتشارهم في مواقعها المحددة، داعين الإخوة في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض لإدانة الأعمال الخارجة عن القانون والعادات والقيم والمتعارضة مع نص وروح الاتفاق، وإلزام الميليشيات الخارجة عن الاتفاق بتنفيذ ما عليها كشرط أساسي
المضي في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وأكد أن المجلس الانتقالي بأنه لن يتخلى عن واجبه الوطني تجاه قوات النخبة الشبوانية، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تواصل مسلسل الاستهداف لهذه القوى الوطنية الجنوبية. قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فريسل من البحسني بجولة شاملة في مدينة المكلا للاطلاع على سير حملة النظافة الشاملة وأعمال التحسين الجارية بالمدينة. جولة استطلاعية قام بها المحافظ البحسني بعاصمة المحافظة، تفقد خلالها أعمال حملة النظافة الشاملة وأعمال التحسين الجارية بالمدينة التي يشارك فيها عمال صندوق النظافة ومكتب الأشغال والعسكريين والأمنيين وطلاب وطالبات المدارس والفرق الشبابية التطوعية والمواطنون، ضمن توجهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتدخلاتها لتحسين مدينة المكلا. وتشمل الحملة تحسين المواقع العامة وإعادة تأهيل الجولات وتشييد المجسمات الجمالية والتشجير وتنظيم الشوارع وإبعاد بساط الباعة المتجولين والمفترشين في الشوارع العامة وإزالة الأكشاك المخالفة. من اليوم ستتخذ إجراءات قوية جدا من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل الأجهزة الإدارية في الأشغال بمعاقبة من يخالف. ما أريده أن يتفاعلوا الناس، وهذا ما لاحظناه، أن يتفاعلوا الناس بهذه الحملة. ناس جاءوا من عدن، يعني ما يسرنا الناس كل من جاء هنا تفاعل، فالناس عندما يرون المحليين الناس أهل البلد أهل المدينة هذا يتفاعلون معهم. وأشاد المحافظ بالتنظيم الذي ظهرت به شوارع المدينة ومشاركة شرائح المجتمع في أعمال النظافة وحملة النظافة الشعبية التي نظمتها لجنة حي الشهيد خالد بالمكلا، موجها بإعادة تأهيل كورنيش المكلا من حي السلام إلى قبالة مسجد الروضة وإزالة أعمال الاستحداثات والبناء في الكورنيش. كما وجه أيضا بإعادة تأهيل الحديقة أسفل الجسر المعلق من المكلا إلى الشرج وإزالة أي عوائق ومناظر تشوه المنظر العام. وأثنى محافظ حضرموت على بعض المحال الملتزمة بالنظافة مشيدا بانضباط ملكيها وعمالها بالنظافة والمظهر العام أمام محالهم، موجها بإغلاق بعض المحال المخالفة وغير الملتزمة بالنظافة والتي تسيء للمظهر العام للمدينة وفرض غرامات على المخالفين وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش دورية على المخالفين. ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بالمكلا مع الشيخ عوض الجوهي التدخلات الخيرية في منطقة ريضة الجوهيين، وتعرف الوكيل بن حبريش على المشاريع الخيرية وأعمال النفع العام التي قدمها الشيخ الجوهي على نفقته الخاصة في مجالات الصحة والمياه والتعليم بمنطقة ريدة الجوهيين بمديرية غيل بن يمين، مثمنا هذه الجهود التي تعود على المنطقة والمناطق المجاورة لها بالنفع والخير. افتتح مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم عددا من المشاريع الحيوية بمديرية الدي سي الشرقية، حيث تم افتتاح قسم تقنية المعلومات والذي سيتم من خلاله إصدار الفواتير آليا بفرع المؤسسة بالمديرية. وطلع المهندس وهيب غانم بمعية مدير عام مديرية الدي سي الشرقية ماهر باوزيرة لموقع الحقول والتجهيزات الأخيرة في الموقع. إلى ذلك تم تكريم موظفي فرع المؤسسة بالدي سي الشرقية عرفانا وتقديرا للجهود التي يبذلونها في استقرار خدمة المياه في المديرية. أطلقت إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب ديوان محافظة حضرموت الساحل اليوم في المكلا البرنامج التدريبي للعام الجديد والمتعلق ببناء قدرات السلطات المحلية بالمحافظة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. برنامج تدريبي جديد دشنته إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة ساحل حضرموت ضمن برنامج بناء قدرات السلطة المحلية. البرنامج التدريبي ابتدأ بورشة تدريبية في السكرتارية الفنية والمتابعة. تم تدشين برنامج 2021 في بناء قدرات السلطة المحلية، والبرنامج الأول هو ورشة عمل للسكرتارية الفنية في مديرية ساحل حضرموت، ويتكون من فئة مستهدفة من 25 موظف في السكرتارية الفنية للمديريات ساحل حضرموت، تتكون من 12 مديرية. طبعا هذا البرنامج يتكون
بإذن الله تعالى من عدد من البرامج التي تستهدف بشكل عام السلطة المحلية وبناء قدراتها. البرنامج التدريبي استهدف 28 موظفا وموظفة من دوائر السكرتارية الفنية في مديريات ساحل حضرموت، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز مستوى الأداء المؤسسي في الوحدات وهياكل السلطة بالمحافظة والهياكل التابعة للمديريات. هذه الدورات ساهمت مساهمة كبيرة في التميز الإداري وتلافي الأخطاء، وساهمت في الارتقاء بأعمال السكرتارية. نشكر إدارة البحوث ومنظمة الجائزة وإدارة السكرتارية على إتاحة مثل هذه الفرص، ونتمنى المزيد في المستقبل. صراحة نحن استفدنا من الدورة ومن المحاور التي تطرح في الدورة، والتي تساعدنا في إعداد التقارير وصياغة التقارير بشكل أفضل وتزيد في المهارات. نحن محتاجين مهارات أكثر من كده. طبعا الوضع، الناس تطورت، العالم تطور، التقارير تطورت. 400 من العاملين الحكوميين تعتزم إدارة بحوث التنمية بالمحافظة لاستهدافهم في برامج تدريبية خلال العام الجاري بهدف تعزيز مستوى الأداء المؤسسي في جميع الدوائر الحكومية. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت اجتماعا استثنائيا لها برئاسة رئيس القيادة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر. وأناقش الاجتماع آلية سير عملية التوسعة في عضوية القيادة المحلية بالمحافظة. كما استعرضت الهيئة خلال الاجتماع الكشوفات المقدمة لعدد من المديريات. وأكدت الهيئة التنفيذية على أهمية منح حصة كافية من عمليات التوسعة للمرأة ومناضلي الثورة الجنوبية وفئة الشباب. هذا وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الهيئة التنفيذية لاستكمال ما تبقى من عملية التوسعة ووضع آليات ضبط للترشيحات. اختتمت جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين بالمكلا المخيم النصفي للدورات التدريبية الخاصة بالمكفوفين ضمن برنامج شركاء للمساعدات النقدية. وخلال الحفل التكريمي أكدت الكلمات على أن إقامة مثل هذه المخيمات والتي تقوم بدمج الكفيف في المجتمع وتعلمه مهارات جديدة خاصة بالمكفوفين، إلى جانب إظهار إبداعات وقدرات المكفوفين في كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية. هذا وتم تكريم الفائزين في المسابقة الخاصة بلغة برايل، والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للغة برايل للمكفوفين، فيما تم تكريم المدربين بالمخيم النصفي وكذا المتدربين. خلال هذه 10 أيام قمنا بكثير من الأنشطة، منها تدريب على طريقة برايل وفن الحركة والشطرنج وكرة الهدف للمكفوفين وكثير من المهارات خلال هذه 10 أيام. كمان الجمعية كثير من الأنشطة موجودة معها، واللي هي أنشطة قد سبق وإن عملناها، واللي هي دورة العطور والبخور للكفيفات ودورة المكياج وكثير وندوات أخرى قمنا بها خلال العام المنصرم. كنت بتدريب الطلاب المكفوفين من الفئة بالنسبة للذكور والإناث، وكان طبعا متفاعلين جميعا، سواء كان الأولاد أو البنات جميعا كانوا متفاعلين في هذه اللعبة، وكان لديهم الكثير من الشغف لهذه اللعبة وممارستها جيدا. وكانت في البداية يلاقون من الصعوبة، ولكن نحن استطعنا أن نقضي على هذه الصعوبات وذلك بخطوات التي اتبعناها. برايل هذه لغة المكفوفين التي يتمكنون من خلالها من الكتابة والقراءة بمثل الطريقة التي يكتب بها المبصرين. طبعا في هذا المخيم تعلمنا أشياء كثيرة في لغة برايل لم نكن نعرفها، مثل تراكيب الكلمات، بعض الكلمات التي لم نكن يعني نضع لها حروف غير حروفها الأصلية وننقصها من الحروف، ثم تعلمنا كيف وضع الحروف الكاملة. أقامت مبادرة ميمز يوما مفتوحا لاستعراض الصور والرسومات واللوحات الفنية تحت شعار مساحة فن، والذي تطلقه المبادرة تحت إشراف مكتب الثقافة بساحل حضرموت وبالتعاون مع الهيئة العامة للأثار والمتاحف وجمعية الفنانين بالمحافظة. مساحة فنية
تلك التي منحتها مبادرة ميميز للشباب المبدعين في المكلا لاستعراض الصور والرسومات واللوحات الفنية. لمسات الأيادي المبدعة جسدت أبرز اللوحات الفنية في التقاطات صور الفوتوغرافية فائقة الجودة واللوحات التشكيلية والرسومات التعبيرية التي علقت على جدران قصر السلطان القعيطي. فعالية مساحة فن التي تقدمها مبادرة ميمز، حقيقة مبادرة ميمز دائما كانت سباقة في مجال أنه إعادة الفن وإحياء الفن هنا في حضرموت المكلا بشكل خاص. المعرض جدا رائع، مريت على مجموعة من الصور والرسومات. المساحة الفنية لا تقتصر على الرسومات والصور، فالفقرات الفنية والمعزوفات الموسيقية كانت أيضا حاضرة بشكل كبير في المعرض، فإبداع الشباب حضرموت لا سقف له. من عبق التاريخ انطلقت مبادرة ميمز كون حضرموت مركزا وعلما في الفن خلال القرون الماضية، وعلى نهجها الأخير تعتزم المبادرة بالشراكة مع مكتب الثقافة بساحل حضرموت إعادة الأمور الفنية إلى نصابها. المشروع هو عبارة عن مساحة فن اللي هي نوفر مساحة آمنة للفنانين في المشروع. في المساحة هذه الآمنة في عندنا معرض أو أيضا مسرح. المعرض يضم فنون الرسم والنحت والفنون التشكيلية والتصوير والكثير من الفنون وأيضا الرسم السينمائي. على المسرح عندنا في ممثلين، عازفين، مغنيين، صانعي أفلام وصانعي موشن جرافيك. فنون حضرموت التي كانت محط أنظار الجميع طوال السنوات الماضية فقدت بريقها في الآونة الأخيرة، ومع مبادرات الشباب الطامح لمستقبل أفضل تجد المحافظة نفسها على مرمى حجر من استعادة مجدها القديم. لقناة المكلا، باسل بامعس. يواصل القطاع التربوي والتعليمي في مديريات ساحل حضرموت تفاعله للدعوة التي أطلقها محافظ حضرموت في الحملة الشاملة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة. وشارك في الحملة مجموعة من طلاب الثانويات بالمديريات بدءا من برميفة حتى الريدة وقصيعر لتنظيف شواطئ هذه المدن، وسط تفاعل كبير وحرص شديد على إنجاز وإنجاح هذه الحملة المجتمعية ومردودها الإيجابي على سواحل حضرموت التي تحتضن آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجذابة والتي تعرضت للإهمال في السنوات الماضية. واصلت العيادة الطبية المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماتها الطبية لأهالي الساحل الغربي باستقبالها عشرات الحالات المرضية من النازحين والأسر الفقيرة وتقديم لهم العلاج والأدوية المجانية، حيث تستقبل العيادة الطبية بشكل يومي من 40 إلى 50 حالة مرضية متنوعة ما بين إسهالات معوية وأمراض جهاز تنفسي وحمى الظنك والملاريا. إلى ذلك تواصل العيادة المتنقلة نزولها الميداني لمخيمات النازحين والقرى النائية في الساحل الغربي لتقديم الخدمات الطبية لهم. يأتي هذا ضمن الأعمال الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لخدمة المواطنين والنازحين في عموم المحافظات المحررة للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها. والآن إلى أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يتبادل مع نظيره المغربي وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات. محافظو حضرموت يطلع على سير حملات النظافة والتحسين بشوارع وأحياء مدينة المكلا. إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب ديوان محافظة حضرموت تطلق البرنامج التدريبي للعام الجديد. جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين تختتم المخيم النصفي لدورتها التدريبية الخاصة بالمكفوفين. مبادرة ميميز تقيم معرضا مفتوحا للفنون بقصر سلطان القعيطي بالمكلا. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المكلا تي في. إلى اللقاء.